يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تقرر لدينا أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، والسبب قد يتحقق أثره وقد لا يتحقق، فهل يدل ذلك أنه قد يعمل العبد الصالحات ويموت على التوحيد ولا يدخل الجنة؟ لا، هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. ظلم لو حصل يكون ظلما، والله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا ظلم ينزه الله عنه، أنه أفنى حياته في طاعة الله وترك المحرمات ثم مات على ذلك، ثم يدخل النار ولا يدخل الجنة. هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وفضله وإحسانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يمشي على مذهب اللي يقولون أنه يمكن أن الله يعذب أهل الطاعة ويحرمهم من الجنة وينعم أهل الكفر ويدخلهم الجنة. وهذا ظلم منزه الله نفسه عنه سبحانه وتعالى. نعم.